خلينا ننتقل سوا لفقرتنا التالية، وهلا ننتقل للرياضة. كثير منا بنسمع عن خرافات أو شائعات حول رياضة والتنحيف، وفي رياضة خلال 15 يوم ممكن تنحفي بشكل جدا سريع. في بعض الرياضات أو التمارين من الخصر وأن الجسم بتساعد على النحف بشكل كثير كبير. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الكوتش صفا طراف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك كوتش، اهلا وسهلا فيكي. يعني بالبدايه خلينا نحكي، كل حدا حابب ينحف حاله، منبلش بشهر 2 و3 لانه نحن بهمنا الستايل على الصيفيه. ببلشوا بنظام غذائي، بعدين ببلشوا بالجيم او بيعملوا رياضه لحالهم. الاجتهادات الشخصيه اليوم قديش بتعمل الجسم عنيد، قديش بتخلي الدهون ان هي توقف وما تنزل ولا باي شكل؟ هلا مثل ما قلتي انه كلياتهم بشهر 2 وشهر 3 بيقولوا يلا قبل رمضان بدنا ننحف حالنا. هلا ما في مشكله، اكيد يعني لازم اي حدا يعني يمارس الرياضه، ان كانت دنيا صيف ولا دنيا شتاء، يعني هي لازم تكون اسلوب حياه. هلا اغلب الناس هلا انه بيكون ما عندها وقت انها تلعب رياضه، يعني بتاخذ المشي انه هو الرياضه. طبعا المشي هو كارديو، ممكن انه ينزل الوزن، بس هلا في اشخاص كثير عندهم بيكون دفايات بجسمهم، طبعا المشي مانو كافي بالنسبه لهم، فاكيد يعني انا بنصحهم انه اقل الايمان اذا ما بيقدروا ينزلوا عن الجيم او مانو فاضيين، يخصصوا ساعه واحده باليوم، يقدروا يفتحوا على اليوتيوب بتمارين. طبعا بيكون اول شيء بعد مرحله الاحماء طبعا، وخصوصا بهذا الجو البارد، مشان ما يصير في عندي اصابات او شد عضلي. يفتحوا على اليوتيوب، ويعني تمارين المبتدئين مليان اليوتيوب فيها، فانه بس على القليل انه يخصصوا لو ساعه باليوم انهم يقدروا، طبعا مع التغذيه الصحيحه. وهذا اللي بدي اسالك عنه كوتش، يعني قديش مهمه الرياضه مع التغذيه الصحيحه؟ بس كثير بنسمع قصص، يعني بيقول لك مثلا شربي مي سخنه الصبح بتساعد على حرق الدهون. كثير سمعنا بالاونه الاخيره زمره الدم بتلعب كثير دور كبير بالغذاء الصحيح، بتنصح مع اني عم العب رياضه بشكل مستمر وما عم وقف؟ هلا المي ما لها علاقة بحرق الدهون. هلا المي هي عبارة عن ذرة هيدروجين وذرة اكسجين، وما لها ولا سعرة، هي صفر سعرات حرارية، بس هي بترفع معدل الاستقلاب بالجسم وبتدخل بمعادلة حرق الدهون. بس طبعا انا اذا بدي اشرب مي، اذا ما عندي نشاط رياضي او دايت وتغذية صحيحة، فهي عم تنزل على المعدة او العكس. تتوزع. في ناس ما بتشرب مي نهائيا، يعني هذا يعني هي كارثة، مو بس مصيبة. هي عم تنزل على المعدة، عم تتوزع بأجزاء الجسم، بخلايا الجسم عفوا. فهي يعني المي إذا بدي أشربها من دون نشاط رياضي، لا رح تحرق لي دهون ولا رح تحرق لي شيء. مشان زمرة الدم، ما في ولا دراسة علمية بتقول أنه زمرة الدم إلى علاقة بالسمن أو النحف. بالأخير التغذية الصحيحة وإني أحسب شو بده يفوت لجسمي من كالوري، هذا هو الأساس. لا زمرة أو لا زمرة أو لا دايت او لا دايت او اي خبير تغذيه، يعني عم يعطي الدايت اللي بيكتبه فهو عن النشاط البدني اللي اللاعب بده يلعبه مع الـ وزنه. تماما كوتش، خلينا نحكي، يمكن كثير في اشخاص صاروا يعملوا انه انا كوتش بحضر كم فيديو على اليوتيوب على السوشيال ميديا بصير كوتش. رياضات كثيرة، أشكال وألوان، عنا رقص الزومبا ورقصات أخرى، وعنا رياضات تانية وأيروبيك. خلينا نحكي اليوم قديش مهم إنه يكون في اختصاص، قديش مهم إنه الكوتش عن جد يكون كوتش، مو آخذ أو حضران فيديوهين وعم يدور على فرصة عمل فحس حاله إنه خاص فيه يكون خبير بهذا الشيء. خلينا نحكي قديش اليوم الكوتش ممكن يضر الصبايا بانقاص الوزن، ممكن يضرهم بعطب بالعضلات، وخاصه اللي عم نشوف كثير في امراض بالعمود الفقري عم تكون. هلا هو اي نادي
بدك حضرتك تفوتي عليه، بده يكون معك شهادة، وانتي ليصير عندك شهادة بدك تكوني عم تخضعي لدورات تدريبية ودورات يعني بالإصابات الرياضية وبالتغذية. هلأ انك تنقي الكوتش اللي انه يقدر يفهم على جسمك كتير شغلة مهمة. هلأ نحن اول ما يعني في كتير كوتشايات بفوتوا على بفوت اللاعب ببلشوا له بتمارين كتير صعبة. هلأ نحن اول يعني ننصح اي حدا بده يروح بلش بالتمرين الدائري. التمرين الدائري اللي بينعطى طبعا لاي لاعب مبتدئ بيفوت، نحن بنكون عم نهيئ له العضلات، بنعمل له اياها من 4 ل 8 جلسات او 14 جلسه. هلا في كثير عالم بتبلش بتفكر انك انت كل ما اعطيتي تمرين اقوى فانت هيك عم تفيدي، لا بالعكس انت كثير عم تضري وانت عم تعملي له مشكله بالياف العضليه وبجسمه. يعني انه بالاخير انه انتقاء الكوتش شيء كثير مهم، وطبعا النتائج بتبين يعني فوريا الواحد بيعرف حاله اذا عم يستفيد ولا لا. والتغذيه الصحيحه اهم شيء يعني. هلا مو كتار مثلا بيكونوا عند كوتش وبيكونوا واقفين على عند دكتور التغذيه، هلا ما انا مشكله بس بالاخير برجع بقول لك النتائج هي الاساس. مثل ما قلتي كوتش، يمكن الرياضه والغذاء بيكملوا بعض. بالاول الاخير عم نشوف ناس مثلا بتاكل وجبه واحده وعم تلعب بالرياضه بشكل كثير كبير، او الصيام المتقطع بيساعد فعليا مع الرياضه لانقاص الوزن بشكل كثير كبير ولا بيأثر بالمستقبل؟ هلا اول شيء هلا هي في مفهوم غلط عند العالم اني انا ما عم باكل الا وجبه واحده باليوم وعم يطلع لي كرش وماني عم بستفيد شيء. هلا الدماغ لما ما بيوصله تغذيه صحيحه، يعني الجسم لما انت ما بتكوني عم تتغذي منيح، الدماغ بيصير بخاف على مصادر الطاقه تبعه، فبيميل انه يخزن الدهون بشكل انه بخاف انه يفوت بمرحله الخطر. فلا نحن بننصح انه 3 وجبات باليوم، انه تكون بمواعيد اكل ضابطه وبتكون بانه متنوعه من الاكل الصحي، فهذا كثير بيساعد انك انت تنزلي وزن، واكيد ما راح يطلع لك كرش. ووجبه واحده هي كثير خطا، وانك ما تشربي مي كثير خطا. هلا بالنسبه للصيام المتقطع، هلا هو عمل كثير نتائج منيحه، بس انا لما بدي اخسر وزن تمام ممكن اني انه بعد مثلا الساعه 7 مثلا لثاني يوم للساعه 10 مثلا اني ما اكل او ما ادخل ماده الانسولين لجسمي، هذا بيساعدني اني انا اخسر وزن، بس كمان رح اخسر كتلتي العضليه. فانت بدك تمشي حسب الهدف يلي حضرتك انت بدك اياه. نعم كوتش، دائما نحن بنركز على تنزيل الوزن ومنشوف في كثير صبايا او شباب هن عندهم عند بكسب الوزن. اليوم التمارين الرياضية بتلعب دور بأنه الصبايا هن يكسبوا وزن؟ يعني في صبايا كتير نحاف ما بيقدروا ما بيسمنوا أبداً أبداً أبداً، خلينا نحكي ليش، وهوني كمان له علاقة الغذاء مع الرياضة؟ طبعاً أكيد. هلأ البنت النحيفة دائماً بيقولوا أنه أنت نحيفة وجاي بدك تلعب رياضة. طبعاً هلأ نحن أكيد بيكون تمريننا كتير مدروس مع تغذيتها كتير. هذا هلأ نحن دائماً بنقول أنه للي بدها تسمن تزيد 700 سعرة على أكلها. طبعاً وهذا بدك تحس به نشاط اليومي للصبية اللي بدها تجي، ضرب 24 ضرب وزنها. هلا كتار بنات مثلا بدهم مثلا انا بس بدي من هاي المنطقة المعينة اني اسمن، بدي بس من هون. طبعا برجع بقول انه هو لازم يكون التدريب مدروس، نظام التدريب مدروس مع التغذية اللي كتير صحيحة المتنوعة اللي فيها كربوهيدرات بروتين الياف دهون صحية. طب خلينا نحكي عن الدهون العنيدة. في كتير من الناس عندها مشكلة بحرق الدهون العنيدة اللي هي بتكون بمناطق محددة بالجسم، بتقول لك عم اكل غذاء صحي، عم ببذل مجهود جدا كبير وبتلاقي هي المنطقة معندة، حتى الوزن عم ينزل بشكل كتير بطيء. قد ايه بتلعب الرياضة والتمارين الرياضية الصحيحة مع الغذاء المتناسب هون؟ هلا هي كمان انت ما فيكي تنسي عامل الوراثة والجينات. هلا في اشخاص كثير بتلاقيهم عندهم بمنطقة الورك، مع انه عندهم خصر كثير صغير، عندهم خصر كثير صغير ووركهم كثير بيكون عريض، بس هذا طبعا بيرجع لعامل الوراثة. هلا اكيد بالرياضة كلياته بيزبط، بس يعني بده ياخذ وقت، يعني عامل الوراثة كمان انه هي بده ياخذ وقت. هلا بتلاقي اغلب البنات
بيكون عمركم عريض، الشباب عندهم كرش، فهو اكيد بالتغذيه الصحيحه وبالتمارين الرياضيه، يعني قد ما كانت هالدهون عنيده اخرتها رح تنزل. الالتزام بالتغذيه الصحيحه والرياضه. تمام. ممكن قد تخسر الصبيه وزن بالشهر؟ هلا حسب كل وحده قديش بتعمل مجهود. هلا في هلا مثلا انت فتي اليوم تمرينك كثير كان عالي، مثلا ثاني يوم تمرينك هذا، حسب قديش انت حاطه الخطه اللي بدك انت تمشي عليها. نعم كوتش صفا، كثير بنلاقي الاهالي بال يعني بالصيف بحطوا اولادهم ان كان رقصه ان كان رياضه جيدو كاراتيه، خلينا نحكي اليوم الاطفال باي عمر فيهم يلتزموا بالرياضة صيفا شتاءا، هي مو تكون بس تفريغ طاقات وتلهيتهم عن الأهل. خلينا نحكي بأي عمر، خلينا نحكي الصبايا والشباب الصغار هن فيهم يعملوا رياضة ولا لا؟ أكيد، ما هي الرياضة هي أساس الحياة. من أي يعني عمر فيهم يبلش؟ هلأ من الأربع سنين، يعني هلأ في أغلب الأهالي بيحبوا الباليه للأولاد، الصبيان بيروحوا على الكاراتيه على هاي. أكيد أنا يعني بنصح كل الهي انهم يوجهوا اولادهم للرياضه، لانه الرياضه مو بس بتفرغ طاقه، بتهذب الطفل، بتخليه انه يعني يملي وقته بشيء بفيده وبفيد صحته. مع الوقت بيلاقي حاله انه هو على طول عنده طاقه حلوه، على طول عنده طاقه ايجابيه، وحتى انه بيكون عنده شيء كثير منيح انه حتى يفيد رفقاته يلي ما بينزلوا على تفريغ الطاقه بشكل صحيح. اهم شيء يعني هي دائما بتشوفي اللي بيلعب الرياضة بضل روحه شباب، بضل حتى رونق وشه غير. فأكيد أنا بنصح الكل مو بس بالصيف، يعني هلأ أنا ابني ما بخليه يترك الرياضة أبداً. شو هي أنواع الرياضة الظريفة للأولاد؟ يعني بنشوف يا حسب يا بدك تشوفي إيه بدك يعني تشوفي، ما عندنا خيارات أخرى؟ لا في هلأ بتشوفي ميولو أكثر الناس. هلأ بدك تشوفي ميولو أنت. هلأ البنات كلها بيركضوا على الجمباز وعلى البالي بس هلأ في ناس في أولاد ما بيحبوا. يعني هلأ في بنات بتقول لا أنا بحب الفنون القتالية، يعني بدك تشوفي كل واحد شو ميوله مشان يقدر يحبها ويكمل فيها. نعم كوتش صفا، نحن كثير بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بنتمنى لك نهار حلو يا رب. خلي شكرا شكرا لك.